الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة كتستعمل فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويمكن لنا نقسموها لجوج ديال الأنواع على حسب الدور اللي كتلعبوها التكنولوجيا. فالنوع الأول كيكون فيه الهدف من الجريمة هي تكنولوجيا المعلومات والاتصال، فمثلا الدخول غير المشروع لنظم المعالجة الآلية المعطيات، تدمير المعطيات، المسح ديالها، التغيير ديالها أو حذفها. والجزء الثاني ولا النوع الثاني وهي الجرائم يعني التقليديه، واللي كتسهلها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مثلا جرائم التشهير عبر الانترنت، التهديد، الابتزاز الجنسي، النصب عبر الانترنت. يعني هنا كنلقاو جميع الجرائم التقليديه ولكن اللي تسهلات عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصال. يعني من بين الجرائم اللي كتسجل كثير هي جرائم الابتزاز الجنسي عبر الانترنت. بالنسبه لضحايا جرائم الابتزاز الجنسي عبر الانترنت فهم يعني في مختلف الشرائح العمريه، ذكور اناث ومختلف طبقات سوسيو اجتماعيه. يعني في يعني ما كاينش واحد لو بروفيل ديال ضحيه جرائم الابتزاز الجنسي عبر الانترنت.